صباح خير دنيا. صباح النور. مرحبا. الله يبارك فيك. بخير. الله يبارك فيك. تحية لكل طاقم. نعم. أنا شوية عيانة. لاباس عليك. لاباس عليك. ضربني خصي ثاني برد. نعم. لاباس عليك. الحمد لله. نعم. أنا تكخت واحد الكغاطا. يلا جات النوبة كيجي زوينة. ديال الخضر والكفتة. نعم. هاد البصلة مشنفة. كغاطا. ديال الخضرة والكفتة. الخضرة والكفتة. هذا ما كيجيش بالبشاميل كيجي بالبيض. عندنا بصلة مشنفة. نعم بصلة مشنفة. وعندنا خيز محكوك جريات. وعندنا بطاطا مقطعة مكعبات. وعندنا الفيرميسيل. وعندنا الكفتة والتوابل. والفرماج والبيض. نعم. الطريقة ناخذ البصلة ديالنا نشنفوها ونديرها في المقلاة ما كتلصقش. نعم. كنديرو لها شوية ديال الزيت البلدية. شوية ديال الملح والزعر. كنسطيوها ونحيدوها. نفس العملية كنديرو الخيز تا هو. كيكون مشكوك غليظ كاكل غليظة كنديرو ليه تا هو شوية الزيت البلدية والملح والزعر ونحيدوه. والبطاطا السيدات إلا بغاو يقليوها يقليوها واللي بغا يدخلها الفران يدهنها بالزيت ويدخلها الفران. نعم. الفيرميسي راه السيدات كيعرفو خويو عليها الما طيب ونخليوها تا كتنزل نديرو لها ما بعد ونقطعوها. كناخدو الكفتة ديالنا كنديروها في المقلة تاهي شوية زيت البلدية كنديرو لها التوابل كاملة وكزبر ومعنوس. نعم. تكتطيب لينا ونحيدوها. كنجيبو المول ديالنا يكون من أحسن ديال الدجاج. نعم. كنسخنو فيه البصلة هي الأولى. كنزيدو الجزر فوق منه كنزيدو كاع ديك البطاطا اللي قلينا. وعاد كنديرو الفيرميسيل. نعم. وديك الكفتة تاهي اللي طيبنا كنديروها فوق منها. نعم. صافي وكناخدو البيض ديالنا كنطربوه بشوية ديال الحليب وواحد المعلقة ديال النشا. كنديرو ليه الملحة والزعر وشوية ديال الكزبر من النص. صافي وكنخويو عليه كندخلو الغطان ديالنا يطيب ملي كيطيب كنخرجو كنحمرو بالفرماج كنردو تاني الفران ونخرجو بالصحة والراحة. كيجي رائع وزوين. الله يعطيك الصحة والله عليك. الله يعطيك الصحة والله عليك. ديما كنبغي نعطيه كتجي تاني شوف عندي وكنعطيها. نعم ان شاء الله شويه غادي نعطيك.